غردي يا روح والحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وامان، علقي الافراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب اهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، واهتفي بالحب أهلا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، ورمضان مبارك عليكم أجمعين. وأسأل الله عز وجل كما سلمنا رمضان أن يسلم رمضان إلينا وأن يتسلمه منا متقبلا. هنيئا لكم بهذا الشهر المبارك. دائما ما يجتمع المسلمون ما بين إفطار وصلاة وقيام وتهجد، فإن المسجد وكأنه يكون فرحا بمن يأتيه من زواره. فأسأل الله عز وجل ألا يحرم المسلمين من مساجدهم. وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.